لك تقولوا انتم كاخصائيين انه الطفل يكون يعني في 7 سنوات الاولى قادر يتعلم حتى 6 لغات يعني يتعلم. ويقدر أوه. يمتص يتعلم اه. بصح وشنو لازم يكونوا بالتدريج يبدا باللغه الام هي الاولى ومن بعد يروح للغات الاخرى. حنا واش نشوفوا بالعكس طفل ما يعرف ولا لغه تعطيلو يماه التليفون يبدا يتعلم انجلي فرنسي كلمات برك حافظهم ماشي ما يستعملهم في الوقت تاعهم ومن بعد الطفل هنا يصرالو خلل وما بعد يولي يحكي بلغه اجنبيه في صحابه ويبان شغل اونيك يبان مختلف على التنمر وهادشي اه هكاك اه لا لا احنا نبداو بالتدريج يبدا بدرجه من بعد يتعلم اي لغه تعلمها له. اوكي هشام كي نتكلموا على الطفل انا نتكلموا على فئه عمريه تاع شحال حتى 12 13 سنه نقدر نقولوا هكا هكاك اوكي اه. اذا تكلمنا على المطالعه بالنسبه لهذه الفئه العمريه كلها شنو اه. التوقيت المناسب لها؟ توقيت في لافان جورني بعد ما يكمل كامل الامور تاعو والطفل فما يقرا ولا في الليل ولا يعني هذاك الوقت الهدوء الكامل يقدر يركز مع المطالعه تاعو أيه. يعني هذاك هو احسن وقت ما من الام كي تحكي له يعني هذاك هو احسن وقت الطفل يكون كمل كلش قال لي بوزون تاعو يعني ما يسيبش حاجه باش يتهرب ولا يكون ما يقدرش ابا الاب جينيرال كيف بده نصائح ديما الام هي قريبة عليه الاب ما يقراش هكذا يسوي حاجه سيب ديفوا من الاب يقرا نادرا ايه كان يجي عيان من الخدمه شغل ما يا